الحمد لله. بتهيألي كده موقفنا بقى تمام. المهم في اللي جاي يا سيادة اللواء. اللي جاي مقدور عليه، احنا شغالين ليل نهار لحد ما نوصل لنيته. عندك خطة؟ عندي سيادة اللواء. طب والبنت اللي جوه دي هنعمل معاها ايه؟ هنرجعها بيتها ونحطها تحت المراقبة. برضه يا فاروق بيه؟ نفس اللي انت عملته مع منصور يا معتز بيه. احنا بنتعلم منك اهو. يا فاروق بيه، منصور ده عيل تافه. انما البنت دي ممكن يكون معاها اسرار التنظيم كله. لو دخلت واتكلمت معاها هتعرف انها بنت مستبيعه وعايزه تموت. عايشه على المظلوميه زيها زي اللي بيحركوها. ولو عصرتها مش هتطلع منها باي معلومه جديده. شرايح الموبايل سعادتك هي اللي هتوصلنا للهدف. بشير عبد الدايم؟ مظبوط سعادتك. الخيط اللي هيقر الباقي. اتفضلي. هتحبسوني؟ لا. هنرجعك بيتك معززه مكرمه. بس اوعي بقى تتبلى علينا وتقولي ان احنا قلعناك النقاب بالعافيه، عشان انت عارفه ان ده ما حصلش. بس انا معترفه. وانا مش مصدقك. كل الكلام اللي انت قلتيه ده كلام فارغ. دخل من هنا وخرج من الناحيه التانيه. عشان كده بنغلبكم. ما تحاوليش. مش هتستفزيني ولا تنرفزيني. عارفة ليه؟ لأن نتيجة المعركة محسومة من قبل ما تبتدي. عارفة أنتوا لو عدو كاشف وشه ومش مستخبي ورا نقاب، لو ما كنتوش بتستخبوا في شوارع جانبية وسط أهالينا وأطفالنا، لو كنتوا بتحاربوا بمروءة وشرف كنتوا انتهيتوا من زمان. بس للأسف مش دايما الواحد بيقابل عدو عنده شرف. فوقي نفسك. انت لسه صغيره وممكن تبتدي حياتك من جديد. ممكن تعيشي بدل ما انت ميته بالحياه. عارف. عارف ان كل الكلام اللي انا قلته دلوقتي هيدخل من هنا وهيطلع من الناحيه التانيه. للاسف.